أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوانيت: الأيام القادمة اختبار حقيقي لكافة الوزارات الخدمية. ومن الأيام ما يزيد عن 500 سفينة وصلت ميناء عدن منذ بداية العام. ومن أخبارنا المنوعة: المحكمة العليا في هنغاريا تصدر قرارا بتبرئة امرأة ركلت طالب لجوء سوري أثناء هروبه من الشرطة. إلى موقع الصحوانت والذي عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة تقول إن الأيام القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لكافة الوزارات الخدمية. قالت الحكومة اليمنية إن الأيام القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لكافة الوزارات الخدمية من أجل تحسين جودتها وتغيير الصورة النمطية التي باتت مكونة عن مؤسسات الدولة في أذهان الناس. ووفقا للموقع، فقد شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على ضرورة تفعيل الأداء والرقابة في كافة المكاتب والفروع في المناطق المحررة وتحسين آلية تحصيل الخدمات والتصدي لأي منافذ للفساد. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: من العاصمة المؤقتة عدن 11% نسبة زيادة السفن الواصلة لميناء عدن في 9 أشهر. قالت الصحيفة إن الحركة الملاحية في ميناء عدن تعاود نشاطها بتحسن تدريجي مع مرور الأيام، ليواصل نشاطه التجاري نحو استعادة مكانته الطبيعية والمحورية على مسار النقل البحري باعتباره واحدا من أهم مؤسسات الدولة اليمنية. وشهدت حركة النشاط البحري في ميناء عدن ارتفاعا في إجمالي عدد السفن الوافدة إلى الميناء خلال الفترة من يناير سبتمبر من العام الجاري، بلغت 522 سفينة بزيادة تقدر بنحو 11% عن ذات الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 295,601 حاوية، بارتفاع قدره 20% عن إجمالي الحاويات للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد بواخر الإغاثة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي وصلت إلى رصيف ميناء المعلى خلال 9 أشهر ونصف من العام الجاري 26 باخرة بكميات تقدر ب 366,488 طنا تنوعت بين القمح والبقوليات والسكر والأرز. أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى فرض شعار الموت أي الصرخة الخاص بها بدلا عن النشيد الوطني في الطابور الصباحي بمختلف المدارس الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما يقول موقع رأي اليمن. توجيهات حوثية لفرض الصرخة في الطابور الصباحي بالمدارس عوضا عن النشيد الوطني. قال الموقع نقلا عن مصادر تربوية أن قيادات الميليشيا في الوزارة ممثلة بالوزير المدعو يحيى الحوثي وجه مدراء مكاتب التربية والتعليم بفرض شعار الصرخة التابع للميليشيا في الطابور الصباحي بالمدارس. يضيف الموقع: الميليشيا تجبر الطلاب على ترديد شعارها عوضا عن النشيد الوطني. الموقع قال إن غالبية الطلاب يرفضون ترديد الشعار ويهتفون بالنشيد الوطني وبشعارات وطنية منها تحيا الجمهورية اليمنية وبالروح بالدم نفديك يا يمن. منذ اللحظة الأولى للحرب في اليمن تشكل واقع قاتم أدى إلى تراجع ملفت لمختلف المجالات الفنية بما فيها المسرح، غير أنه ظل قائما في محافظة إب التي جعلتها الظروف بعيدة عن الصراع المسلح، واستطاع معها الشباب خلق واقع يجسد حراكا مسرحيا بذائقة متميزة بعد تكوينهم فرقة طج الفنية منذ العام 2013. وعنون موقع المشاهد نت: مسرحيون يصنعون البهجة في محافظة إب. يقول مؤسس الفرقة طاهر الزهيري للمشاهد: تقدم الفرقة منذ تشكلها أعمالا مسرحية وفنية مختلفة في ربوع محافظة إب، ونظرا للبدايات البسيطة والشحيحة وانعدام أي نوع من الإمكانات المساعدة لم يتم توثيق إلا القليل من أعمالها، إذ يتم عرض الأعمال المسرحية بدون أي مقابل، كما لم تسهم أي جهة في رفض أو تمويل الفرقة أو الأعمال الفنية التي تقدمها.
وعرضت الفرقة في العام 2013 قرابة 60 عرضا مسرحيا في مختلف المدارس والجامعات والفعاليات والاحتفالات في محافظة إب. وفي العام التالي حظيت الفرقة بحب ومتابعة قطاعات واسعة من الجماهير، فقدمت 100 عرض مسرحي، وشاركت الفرقة في خيمة الحوار الوطني الشامل بمحافظتي إب وصنعاء. كان يمكن أن تكون أوطاننا أفضل بعلم أبنائها وكرامة هذه الشعوب التي كلما نظرت للشمس انقضت عليها كل شياطين الأرض، تشيطن خيرة أبنائها وأجمل هتافاتها وأعذب أغانيها من أجل الحرية. هذه فقرة من مقال كتبه إبراهيم نصر الله ونشرته صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: نحن نعيش منذ زمن طويل عصر أنظمة هرمة عاشت سنوات طويلة، كلما تحدثت لنا عن المستقبل ووعدتنا به مضت بنا إلى الماضي وأغرقتنا فيه. وإذا حدقنا جيدا فيما تحقق في ظلها على مستوى فتح الشوارع وإقامة الأبنية وازدياد عدد المدارس والجامعات، سنجد تعليما فارغا من محتواه وقدرة فائقة على تقسيط الجهل لكي يحظى به أبناؤنا على مدى سنوات وسنوات في المدرسة والجامعة، كي لا يقال إنهم حصلوا عليه في سنوات أقل في مدننا وقرانا. لم تستطع هذه الأنظمة مجتمعة أو متفرقة أن تخلق بيئة علمية حقيقية تستوعب أي من شاباتنا وشبابنا الذين استطاعوا الإفلات بأعجوبة من استراتيجيات التجهيل. هؤلاء الشباب الذين تناديهم مواسم الهجرة إلى كل مكان في هذا العالم يستطيعون أن يفردوا في سمائه أجنحتهم ويطلقوا فيه طاقاتهم الحبيسة وحرياتهم التي قيدت طويلة، ليعثروا هناك على ذواته دون أن تفارق الدمعة أعينهم من أجل أوطان لم تتقن سوى محاصرتهم، وهي تبذل الكثير من الجهد لتحجيم العقل ووأد الأحلام. أنظمة لم يبق لها في الحقيقة سوى الموت الذي بلغته وهي تدافع عن حقها في الشيخوخة منذ اللحظة التي تسلمت فيها زمام الأمور ساحقة البلاد والعباد. ما الذي يمكن أن تمنحه هذه الأنظمة لشعوبها وهي تعانق القتلة وتشاركهم الطعام والمال والثروات وتمنحهم مستقبل شعوبها في اللحظة التي نرى فيها هذه الأنظمة تضع قدما في القبر وقدما في المذلة؟ ميليشيات الحوثي صعدت أخيرا من حملات الخطف للناشطين والصحفيين اليمنيين، كما ضاعفت من التضييق على حرية المدنيين في صنعاء ومختلف المناطق التي تسيطر عليها، كما تقول صحيفة الشرق الأوسط في تقرير بعنوان: الميليشيات تختطف ناشطا ومصورا صحفيا في صنعاء. قالت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي أقدمت في صنعاء على اختطاف موظف إداري في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ومصور صحفي وناشط في العمل الإنساني من أحد شوارع المدينة واقتياده إلى مكان مجهول. ذكرت المصادر أن مسلحين حوثيين على متن عربتين عسكريتين قاموا باختطاف المصور والناشط حامد القعود أثناء مروره بأحد الشوارع المجاورة لدار الرئاسة في منطقة 70 جنوب العاصمة، واقتادته إلى أحد السجون الخاضعة للجماعة. ودهن القيادي السابق في اتحاد الأدباء أحمد ناجي أحمد حادثة الاختطاف، وقال في بيان تابعته الشرق الأوسط على صفحته أنه يطالب بالإفراج الفوري عن المصور والفنان والناشط حامد القعود وإعادته إلى أهله سالما، وأضاف: ندين بشدة ترويع الناس والاعتقال خارج القانون، ونطالب بالحرية لحامد ولكل المعتقلين ظلما في كل السجون. النظام العربي مأزق الوقوف أمام زحف التاريخ. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق نظم الغبرة وقال: قبل 5 عقود توفر للعرب قادة عرب من أصحاب الرؤية، وهذا يتناقض مع ما هو قائم اليوم. هؤلاء القادة الذين برزوا في 50ياتِ و60ياتِ القرن العشرين كانوا بنفس الوقت مناصرين للتغير والتقدم ومؤمنين بالاستقلال الوطني. لم تكن مشاريعهم مغموسة برائحة الفساد والدم كما هو حاصل في 2018، بل كان النظام العربي قد انبثق في شكله الأولي من رحم العروبة وهزيمة فلسطين، ولهذا حمل معه روحا وطنية وصدقا مع النفس قلما نجده في الساحة العربية اليوم.
النظام العربي الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية كان متصادما بنسب مختلفة مع الاستعمار والاستغلال والصهيونية. كان ذلك النظام بنفس الوقت نتاج تطور سابق لفكرة العروبة، ولهذا بالتحديد كان متعطشا للتعليم والبناء ومحو الأمية. في خمسينيات وستينيات القرن العشرين برز في الإقليم قادة رغم الكثير من أخطائهم إلا أنهم تحلوا بالصدق وحس الإنجاز والانتماء، كالرئيس السابق جمال عبد الناصر في مصر، والملك فيصل بن عبد العزيز في السعودية، والشيخ عبد الله السالم في الكويت، وصول الشكر القوتلي في سوريا. هؤلاء القادة وأمثالهم كانوا صانعي المراحل الأولى في تشكيل النظام العربي. الخطأ القاتل الذي وقع فيه النظام العربي هو اكتفاؤه بما تحقق في الماضي من استقلال وبدايات الدول العربية الحديثة. لم يطور النظام العربي نفسه، لم يصلح حاله، لم يفتح حواراً يستند لضرورة بناء قوة حقيقية مكونة من الشعب وتنوعه ومكانته، بل تراجع النظام العربي في العام 2018 عن فكرة الاستقلال، وأصبح ضعيفاً أمام الغرب كما وإسرائيل التي بدأت تخترقه وتنتهزه من كل جانب، بل أصبح النظام العربي في نسخته الأخيرة مدمناً على السلطة لأجل السلطة، وأصبح خائفاً خاصة منذ 2011 من الشعب والقوى الاجتماعية الجديدة التي برزت بسبب التعليم والتحديث. يبدو أن أسهم استئناف مسار المفاوضات السياسية لوقف حرب اليمن ترتفع، وذلك كما تقول العربي الجديد، مع الدخول القوي للولايات المتحدة على خط الأزمة، مستفيدة من ضغوط أجواء ما بعد جريمة قاتل جمال خاشقجي. صدر ما يشبه الأمر المزدوج من قبل كل من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهو موجه أساسا للسعودية والإمارات بوقف الحرب في غضون 30 يوم، أمر بدا وكأن كثيرين في المجتمع الدولي كانوا ينتظرون صدوره لتأييده، غير أن تفاصيله لا تزال غير واضحة المعالم كليا حتى يكون ممكنا الكلام عن خريطة طريق أمريكية جدية لإنهاء الحرب والتوصل إلى صيغة ما بإمكانها الحفاظ على حل سياسي محتمل. وتأتي المواقف الأمريكية المستجدة كتأكيد سريع لما نشرته وكالة بلومبرغ حول ضغوط أمريكية كبيرة على السعودية بعد جريمة قتل خاشقجي لإنهاء الحرب في اليمن. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا حول الحرب في اليمن تحت عنوان فرنسا والولايات المتحدة تدعوان إلى وقف الحرب في اليمن، وقد ترجم المقال خصيصا لقناة بلقيس وجاء فيه: بعد مرور 3 سنوات ونصف على بدء تدخل التحالف السعودي لدعم القوات الموالية للحكومة، لا يلوح في الأفق أي حل سياسي، والإحراج يتزايد على العواصم الغربية التي تقدم أسلحة للمملكة، في تناقض صارخ مع الموقف الذي كانت الولايات المتحدة تدافع عنه سابقا. كانت الإدارة الأمريكية هي الداعمة الرئيسية الغربية للتحالف العربي ومورد الأسلحة إلى المملكة، قال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان صدر يوم الثلاثاء: لقد حان الوقت لوضع حد للأعمال العسكرية. في سبتمبر وخلال النقاش الذي دار في الكونغرس حول استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية، كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية قد أكد بنفسه أن التحالف الذي تقوده الرياض كان يعمل على الحد من الخسائر المدنية في اليمن على الرغم من أخطاء متعددة واتهامات بارتكاب جرائم حرب تستهدف القوات الجوية السعودية التي تقوم بغارات منتظمة على الأراضي الحوثية. وفي يوم الثلاثاء حث مايك بومبيو التحالف السعودي على وقف قصف المناطق المأهولة في اليمن، كما حث المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بعدم إطلاق صواريخ ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووجه وزير الدفاع الأمريكي نفس النداء في منتدى بواشنطن، حث جيمس ماتيس المتحاربين على وقف الأعمال العسكرية وفتح محادثات السلام في غضون 30 يوما. وقال زعيم البنتاغون الذي اجتمع مع العديد من الزعماء العرب في نهاية الأسبوع الماضي على هامش حوار المنامة: أعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جاهزتان لمفاوضات السلام. لقي رجل العصابات الشهير جيمس وايتي بولجر كما ورد في أخبار شبكة البي بي سي المنوعة
مصرعه في سجن شديد الحراسة غرب ولاية فرجينيا الأمريكية. الحراس وجدوا وايتي في زنزانته بلا حرك ولا يتنفس بعد نقله من سجن آخر في ولاية فلوريدا. برز اسم وايتي في عالم العصابات والجريمة المنظمة، وأدين عام 2013 بارتكاب 11 جريمة قتل، وتم تجسيد شخصيته في السينما. وكان وايتي زعيما لعصابة وينتر هيل في جنوب ولاية بوسطن، وجسد ذلك النجم جوني ديب في فيلم بلاك ماس، كما جسدت شخصية وايتي في فيلم ذا ديبارتد الفائز بجائزة أوسكار أحسن تصوير عام 2007. تضيف البي بي سي، ألقي القبض على وايتي عام 2011 في ولاية كاليفورنيا بعد مطاردة استمرت 16 عام. أكدت مصادر لصحيفة بوستن جلوب الأمريكية أنه يجري التحقيق مع سجين مرتبط بالمافيا للاشتباه في ضلوعه في مقتل وايتي، حيث تعرض للضرب المبرح من جانب سجين واحد على الأقل بمجرد وصوله. هذه جريمة القتل الثالثة في هذا السجن خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث يشكو طاقم ضباط السجن من قلة عدد الحراس. بعد ثلاثة أعوام على الواقعة التي أثارت اهتماما عالميا، أصدرت المحكمة العليا في هنغاريا قرارا بتبرئة مصورة ركلت طالب لجوء سوري وعرقلت ركضه أثناء محاولته الهروب من الشرطة. أثرت المصورة بيترا لازلو انتقادات واسعة عام 2015 بعدما ظهرت وهي تركل أبا يحمل طفله بين ذراعيه خلال مطاردة للشرطة. ولم تكتف المصورة بهذا، بل هاجمت طفلا آخر على مقربة من بلدة روسيزكي الواقعة على مقربة من الحدود مع صربيا، وتمكنت عدسات الكاميرا من توثيق الفعل المشين. وعزت محكمة هنغاريا العليا تبرئة المصورة إلى غياب فعل الانتهاك، ورأى القضاة أن المحاكم الأدنى درجة لم توجه التهم الصح على نحو صحيح لبترا. وأقرت المحكمة بأن ما قامت به بترا كان إزعاجا أو إرباكا وهو غير صحيح من الناحية الأخلاقية، لكن لم يكن بمثابة أذى أو تخريب. يأتي القرار الأخير بعدما قضت محكمة أدنى درجة في وقت سابق بإدانة المصورة ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بسبب الأذى الذي سببته خلال المطاردة. صور متنوعة نشرتها صحيفة ديلي تيليغراف سنعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم يوم السبت بإذن الله. إلى اللقاء.